سكان طبيعي فوائد كتير متنوعة أهمها على الالتهابات. طبعا بخفف من أعراض الالتهابات سواء كانت الالتهابات جلدية للبشرة أو حتى الالتهابات الداخلية اللي ممكن كتير ناس تنصاب منها. بالإضافة عنا لفوائدها للبشرة كمان الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلات تحسس، تحسس هاي طبعا عنا بالقناة التنفسية، أو حتى الأشخاص اللي بيعانوا من الربو كتير ممكن يستفيدوا من تناول شمع العسل. أما مشكلات البشرة اللي كتير من الناس ممكن يعانوا منها، احتواء شمع العسل على الفيتامين A ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب كتير ممكن تساعد الحفاظ على بشرة فيها رونق ومضادة لحب الشباب اللي كتير من الناس ممكن عم بيعانوا منه ومتغلبين بسببه. عند تسلق المنحدرات العالية على سلم من الحبال الرفيعة، كما أن الأمور تزداد صعوبة عند مواجهة أسراب نحل الأبيس لابوريوسا الغاضب للحصول على العسل الثمين. العمال من قبيلة جورونغ يكونون معلقين بحبال تتدلى من جبال الهيمالايا على ارتفاع أكثر من 2000 إلى 6000 متر، ورغم أن هذا الأمر خطر إلا أنه يمثل تقليدا قديما منذ آلاف السنين ويمارسه الرجال دون النساء، ويسمي سكان القبيلة أسماء منحدراتهم بأسماء الصيادين الذين لقوا حتفهم في فترة حصاد العسل. هذا العسل البري يستخرج من رحيق أزهار نبات الرودوديندرون السامة، وإن تناول هذا العسل يسبب تشنجات مؤلمة للذين يتناولونه بكميات كبيرة، لذلك يؤخذ على شكل جرعات صغيرة حتى يعتاد الجسم عليه. عند تناول هذا العسل بكميات قليلة بعد مرور حوالي 15 دقيقة تبدأ تشعر بأعراض هلوسة كما لو أنك تتناول مواد مخدرة.